مانشيتات وعناوين صحف الأحد 9 مارس 2014، هنتابعها ونقرأها معاك اليوم مع الصحفي الأستاذ أحمد سامي متولي، الصحفي بجريدة الأهرام. نهارك سعيد يا أستاذ أهلا بك، أحمد. صباح الخير. اسمح لنا في البداية نستعرض عناوين ومانشيتات الصحف المصرية، وأول خبر معانا من جريدة الشروق وبيقول: منصور يعطي إشارة بدء الانتخابات الرئاسية. من المصري اليوم: الرئاسة بتقول تحصين العليا للانتخابات، وصباح يقول سأراجع موقفي. من الشروق: زلزال السعودية يضرب جماعة الإخوان. من المصري اليوم: قرار حكومي خلال أيام برفع أسعار الكهرباء لأربعة شرائح والزيادة ما بين 10 و15%. من الوطن: أهالي 7 قرى بالدقهلية يعلنون العصيان المدني ضد الحكومة. من الشروق: الأطباء والصيادلة والأسنان يبدأون إضرابا جزئيا مفتوحا. من الأهرام: أول ميثاق شرف لوقف الإضرابات لمدة عام. من الوطن: السيسي يطالب الجيش بإعلان سيناء خالية من الإرهاب في أقرب وقت. من المصري اليوم: مربت التلاوي تقول أفكر في الاستقالة، والرجال لديهم أزمة نفسية في وجود المرأة في السياسة. من الشروق: الدراسة عادت بهدوء. الدراسة فعلا عادت بهدوء، لسه ما يقدروش يحكموا يعني عادت بهدوء ولا لا، بس النهارده يعني الحمد لله، مش كنت لسه كنت بقول كنت متخيلة هيبقى زحمة أكتر من كده بكتير. تمام. طيب، لا يعني الحمد لله، كوبري 6 أكتوبر اللي جاي، مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر السكة فيها سيولة النهارده. الحمد في لله. بعض المناطق يمكن ناحية الدقي ومهندسين الناس اللي جاية فيها بتشتكي شوية، لكن النهارده يبان بقى الدراسة عدت بهدوء، لأن امبارح طبعا السبت معظم المدارس والجامعات أو في جامعات برضه أجازة، فهيبان النهارده الوضع هيبقى إيه بالظبط بالنسبه للدراسه. وهنشوف الهدوء. هيتعاملوا ازاي مع المناهج اللي هي اللي فاتت على الطلبه بقى خلال الشهر ونص اللي فاتوا. والهدوء الهدوء نسبي يعني، في برضه في جامعه المنصوره امبارح كسروا، عملوا بوابات الكترونيه لدخول الطلبه للتعرف على شخصيتهم، بوابات شكلها شيك قوي زي بتاعت مترو الانفاق كده في جامعه المنصوره، وتم تدميرها بالكامل، حاجه يعني فلوس بتدفع وبعد كده بندمر في اطار التخريب اللي بيحصل في الجامعه. فانا متوقع برضه مش هدوء ده يعني هدوء نسبي يعني الذي يسبق العاصفه زي ما بيقولوا. هم قالوا انها في استعدادات امنيه، وقالوا ان في استعدادات كمان على مستوى وزاره التعليم في الاستعداد لعوده الدراسه. نتمنى ان يكون ده فعلا اتحقق، ونتمنى ان هم فعلا يعني هم قالوا تصريح كده ان هم هيشيلوا الحشو اللي في المناهج. طب هو في واحد احد اصدقائنا الصحفيين قال طب هم حطوا الحشو ليه من الاول؟ محطوط من تاريخ حشو ليه من الاول؟ عندنا تاريخ في الحشو عندنا. طيب خلينا نروح لانتخابات الرئاسه، وامبارح اعلن عن قانون الانتخابات الرئاسيه، وده عمل رد فعل كبير جدا على اصعده مختلفه جدا. تعليق حضرتك ايه تحديدا على تحصين اللجنه العليا للانتخابات؟ تمام. هي انا شايف ان التحصين ده يمكن اختلف مع اراء الكثيرين منهم، ومنهم اساتذه قانون وقانون دستوري. انا شايف ان التحصين مش تحصين للجنه نفسها، التحصين لتحصين للمنصب نفسه، والتحصين ضد ان هو يبقى فيه تهديد ويعمل ازمه ثقه في الرئيس المنتخب اللي موجود. ان احنا نفتح الباب للتقاضي بشكل واسع قوي، يقعد مثلا اسبوع 10 ايام اسبوعين، المنصب نفسه لو اهتز شرعيته هتهتز. ممكن يحصل في الاوضاع اللي احنا فيها ديت، وكان هيحصل في الانتخابات اللي فاتت، ان ممكن تحصل حرب اهليه بسبب الناس كلها هتبقى في الشارع، انصار المرشح سين انصار المرشح صاد هيبقوا في الشارع، ممكن يحصل كلاش ما بينهم. انا شايف ان ده وضع احنا محطوطين فيه، ده زي ما بيقولوا في القانون فقه الضروره، ان لازم يبقى في نشوف الوضع اوضاع ايه في البلد وبنمشي عليها. لكن ده ممكن تحصل يعني، هل مثلا هنسمي رئيس الجمهوريه اللي هو انتخب ونسيبه لفتره اللي هي فتره الطاعون دي؟ نقول هي رئيس فتره الطاعون قانونيا بتبقى قد ايه؟ اللي كانت متوقع اللي كانت هتتعمل كانت هتبقى يومين. القانون الجديد المفروض لا، ما هو ما اتخذش بيها. في 3 ايام بيعلن بعدها النتيجه، بعد قفل باب الانتخاب ومفيش التصويت. في المرحله الاخيره ولا في كل البروسيس دي؟ المرحله الاخيره. طيب هو في في المرحله الاولى والمرحله الثانيه، المرحله لو في اعاده يعني، لكن لو انتهت برضو من اول مرحله بفوز اكتر من 50% هتبقى فيها برضو ال3 ايام. طيب اللي على الجانب الاخر، الاراء الاخرى بتقول ان ده غير دستوري، تحصين اللجنه العليا للانتخابات ده غير دستوري، وهو قابل للطعن، يعني ممكن يخلي العمليه الانتخابيه خابل برمتها غير دستوريه. مفيش حاجه غير قابله للطعن خالص، هي قابله للطعن طبعا قدام المحكمه الدستوريه العليا. المحكمه الدستوريه العليا اتعرض عليها الموضوع ده كذا مره قبل كده، لان كان في رقابه سابقه
لموضوع للقانون دوت للمحكمة دي اتلغت في الدستور الأخير، كان بيتعرض عليها كانت بتوافق على التحصين. أيوة. ليه بقى؟ لأن احنا بنقول إن في تحصين للقرارات الإدارية، بس لازم هو يبقاش في فيها الدستور تحصين الجديد انه ما فيش تحصين لاي شيء، لاي يعني قرار اداري او قرار طيب اجرائي. اي ما ده قرار اداري. لا، هي انا الناس شايفاه ان اللجنه ديت لجنه اداريه. لا، هي لجنه كانت اداريه قبل كده، كانت لجنه العليا للانتخابات طول عمرها لجنه اداريه وقراراتها اداريه. ليه؟ لكن بيشارك فيها وزراء، مش بيشارك فيها مسؤولين تنفيذيين. بس هي يعني كينونتها هي كيان اداري في الاخر. لا، هي تشكيلها تشكيل لجنة قضائي إدارية بالكامل من قامات القضاء اللي في مصر، اعلى قضاة في مصر هم ايوه، اللي بيرأسوها وموجودين بس في تصنيفها عضويتها. هي لجنة إدارية. لا، تصنيفها ما يتقالش، هي لجنة امال عليا لجنة الانتخابات الرئاسية في الدستور اللي اتلغى او اللي اتعدل موجودة، وموجود التحصين اتعملت مادة انتقالية سابت اللجنة ديت، سابت اللجنة دي. فالرئاسة شافته مستشار علي عوض اللي طرحه امبارح. مستشار علي عوض ده يعني قامة دستورية كبيرة، واحد يعني لازم نثق في الناس ديت، لان دوت ده مستشار الرئيس للشؤون للشؤون الدستورية، ده الدستورية. الجندي المجهول في العمل الدستور 2014 اللي هو الدستور اللي احنا ماشيين عليه دوت. الناس مش عارفة هو كان الجندي المجهول فيه، ان هو كان مقرر لجنة العشرة. طب ردود الافعال تجاه التحصين ده اللي فيه ناس كتير معترض عليه برضو، يعني عشان نقول منهم المرشح الرئاسي حمدين صباحي اللي قال سأراجع موقفي طبقا للمصري اليوم. هرجع موقفه، يعني ما هفهم من الترشح، هل هيترشح ولا انا اظن الاستاذ حمدين صباحي هيترشح، لان هو ترشح قبل كده في ظل نفس القانون ده، اترشح المره اللي فاتت والانتخابات. بس المره اللي فاتت كان في اعتراض على كل شيء، يعني برمته، يعني ما كانش محدش قبل الانتخابات شفناها اعترض خالص على لا كان على في اعتراضات. ازاي كان في اعتراضات على برضه تحصين اللجنه العليا، وكان ازاي وهي فيها اتعرضت اعتراضات على المحكمه الدستوريه العليا ووافقت عليها، اعلى سلطه قانونيه في البلاد. احنا بنشكك كده في القضاء يا جماعه، احنا لو عايزين نخليها لجنه قضاء لجنه اداريه ونقول عليها لجنه اداريه، يبقى احنا بننسف مفهوم الاشراف القضائي برمته. احنا عندنا دلوقتي اشراف قضائي مش موجود في اي حته في العالم، لا اشراف هو قضائي على كل صندوق ليس ده. تشكيكا، ولكن هي لا، ليه احنا مش هنلف الناس في صح القضاء، واحنا ليه ما نعملش الصح؟ ما الناس بتقول لك طب هم خايفين من ايه؟ احنا لجنه قضائيه اصل واشراف التحصين ده على قضائي طول يدي كامل انطباع، وكل حاجه، عايزين اكتر من كده لا هو يعني. فكره التحصين دي على طول بتشكك، يعني تدي انطباع ان هو طب انتوا خايفين من اعمل ايه؟ هو ده اللي بيتقال دلوقتي اعمل من بعض تحصين لما الفئات. الغي الاشراف القضائي بالكامل، وده في مطالبات بكده، ان يبقى الموجودين موظفين في الحكومه هو اللي يشوفوا على الصناديق وكده. في ضمانات ايه اكتر من كده يا جماعه؟ يعني في ضمانات ايه اكتر من ان انا عندي قاضي على كل صندوق؟ يعني في ضمانات اكتر من كده؟ سيب بقى بعد كده لازم ما تعطلش المنصب، لو اتهز هيبقى عندنا ممكن شرعيه الرئيس ده هتتهز، ويجي يقول لك ايه ده الرئيس ايه، هنسميه بقى زي ما يقول الرئيس المشكوك في شرعيته، او يعني هيقعد فتره كام يوم. اتمنى ان ما يتمش الطعن على دستوريه هذا لو حضرتك تفتكري القانون، يعني يوم مجلس قبل الدوله كمان اعلان معترض على فكره. مجلس مجلس طبعا الدولة اعترض معترض. وقال اعتراض، واللي حسم الامر المحكمه، الرئيس استانس برايها، ودي حاجه تحسب ليه لو ما خدش القرار بنفسه. في بعض الاعتراضات ان هو اللي ياخد راي المحكمه، وهي اللي ممكن بيحصل عامه في قوانين كتير بيتعرض اراء على المحكمه. الناس شككت. طب حضرتك تعرف ايه وجهه نظر مجلس الدوله؟ مجلس الدولة شايفة ان هي قراراتها إدارية، لكن وتشكيلها تشكيل إداري، لكن تشكيلها ما فيهوش وزراء. قبل كده كان اللجنة ديت فيها وزير الداخلية حبيب العدلي، كان اللي هو حبيب العدلي كان مرشح، كان عضو في اللجنة ديت، كان فيها وزير العدل، كان فيها وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى ساعتها. يبقى دي لجنة إدارية شبه، وكان فيها قضاة، لو اغلب تشكيلها كان من القضاه او طيب. معظم تشكيلها، لكن دلوقتي كلها قضاه. طب زلزال السعوديه يضرب جماعه الاخوان المسلمين، السعوديه اعلنت جماعه الاخوان المسلمين جماعه ارهابيه. تمام. وبعض الجماعات الثانيه زي حزب الله وتنظيم داعش وكده، في السعوديه ابتدى يبقى في قلق من الموضوع دوت، وابتدت الناس تخاف فعلا، مش زي عندنا في مصر. يعني عندنا في مصر تنظيم الاخوان المسلمين تنظيم ارهابي، بيمارسوا حياتهم عادي في الشارع، مفيش اي مشكله خالص. هناك في بعض الناس بيقولوا، يعني اللي سمعناه من الخبر، ان في ان شعار رابع اختفى من جميع المواقع على الفيسبوك في السعوديه. فطبعا واضح ان هم عندهم القانون، ما فيش في زينب زي ما بيقولوا عندنا، لكن احنا عندنا بنتساهل في حاجات كتير. قرار حكومي خلال ايام برفع اسعار الكهرباء لاربعه شرائح والزياده ما بين 10 و 15%. انا شايف ان دي حكومه بتدفنش راسها في الرمله. يعني الزياده حتميه، ما نقولش زياده، احنا بنقول لازم تحريك، يعني تحريك الاسعار دوت. عمرنا ما هنفضل كده كل حكومه هتيجي تقول لك انا علشان اقعد ما اقربش عن اسعار اي حاجه. هنيجي نفاجئ ان احنا بعد 5 6 سنين بدل ما نزود 10% كل سنه بنزود 50% مره واحده.
الحمد لله ان الزياده دي هي ما بين 5 ل 15%. الشرائح اللي هي المرتفعه المحدود الدخل مش هيتاثروا بيها، الشريحه الاولى والثانيه، ده بيبدا بعد 350 الشريحه دي كيلو بتتقسم طبقا لايه الى عدد الكيلوهات المستخدمه، يعني واحد مثلا من 0 ل 100، ال 100 مثلا من 100 ل 350، فلغايه 350 مش هتتاثر خالص البتاع. بعد ولا كده طبقا 350 لمناطق؟ يعني عشان لا لا انا لا صديقه طبقا ليا قالت لي للاستهلاك. احنا في منطقتنا بالذات اللي فيها شريحه حاطينها تبع شريحه معينه، مناطق تانية لا ممكن لا ده تكون الاستهلاك، ده الشريحه الاولى الثانيه بحسب الاستهلاك. استهلاك. فوق ال 350 هياخد 5% زياده، فالامر امر بسيط يعني لازم نتحمله. بدل احنا محتاجين، يعني وزاره الكهرباء قالت احنا محتاجين 20 مليار جنيه علشان الكهرباء ما تقطعش. فهل احنا عايزين الكهرباء تقطع ولا ندفع زياده شويه ولا القادر دي ولا يدفع ال لسه دايما 15%؟ المواطن ولا العدد يدفع. طب ما يعملوا حد الاقصى للاجور يا استاذ احمد، احنا عندنا دعم، ويشوفوا الصناديق الخاصه ويشوفوا الحاجات اللي عندنا، يعني في والموظفين الكبار اللي بياخدوا ملايين. عندك حق، الحد الاقصى يعني للاجور ده اصل لازم. اللهجه دي بقت منتشره الفتره الاخيره الحقيقه جدا، والناس ابتدت يعني يجي لها حاله استفزاز وده كان يعني. السبب في الاطاحه بالحكومه اللي فاتت، يعني مش حاجه جديده. طب يعني خلينا نشوف اهالي 7 قرى بالدقهليه يعلنون العصيان المدني ضد الحكومه ليه؟ ده معترضين عن سوء الخدمات من ايام، بيقول لك من ايام نظام مبارك ونظام مرسي ما فيش اي خدمات بتجيلنا. هي طبعا انا شايف ان هو يعني في اطار التهديد، لكن طبعا مش ممكن حد هيعمل عصيان مدني ضد الحكومه او ان هو ما يشتغلش او ما يروحش او يجي او احنا الكلام مفيش ده. عصيان مدني فلح عندنا من اول الثوره عموما يعني. حصلت زمان قوي، لا من اول الثوره ايام يناير جمهوريه زفته لما حاولت تنفصل وعملت عصيان مدني، فصلوا عنها الكهرباء والطرق، رجعت تاني على طول. لو انت عايز تعيش لوحدك عيش، بس وريني هتعمل ايه. فما اظنش ان في حد هيقدر يقاوم، يقدر يصمد في عصيانهم حتى لو المدني. مش كده المفروض بقى محافظ الدقهلية يبتدي يلتفت لمطالب الناس دي، ما يتطورش الموضوع لعصيان مدني يعني. يا ريت، الدقهلية دي كارثة في كل حاجة، يعني كل الانفجارات بنشوفها في الدقهلية، ما اعرفش ايه الدقهلية دي. مستهدفة مستهدفة. الأطباء والصيادلة والأسنان يبدأون إضرابا جزئيا مفتوحا. ربنا يستر، دي مش ما هو أول لسه مرة. جزئي. بس امبارح يمكن معهم الأسنان ومعهم البيطريين كمان. هي المشكله نفسها ان اتقفل مستشفيات كتير قوي، عيادات خارجيه ما حدش دخل فيها خالص. طبعا يمكن الناس لسه ما حستش قوي، لكن هيبان لما هيتكرر على مدى الايام اللي جايه. وزاره الصحه بتقول ان الاضراب ده يعني شايفاه ان هو محدود في حدود 33%، يعني التلت الاطباء اللي ما شاركوش لسه يعني في الحكومه. عشان هو جزئي لا، ولا عشان الاطباء ايه؟ بقى النقابات الاطباء والصيادله والاسنان قالوا ان تخطى ال 80%، فطبعا دي فيها خطوره كبيره جدا. 80% وهو لسه جزئي، امال لما يبقى كل ايه اللي هيحصل؟ ربنا يستر. ولازم الحكومه تراجع بقى زي ما قلنا المرات اللي فاتت، طبعا اعتقد وزيره الصحه الكادر اتغيرت اللي ما عجبش لهذا حد. السبب يعني، ان هي لم تستطع ان هي تتعامل مع مطالب الاطباء الكادر اللي ما وتحديد عجبش حد، الكادر يعني مش شايفين ان هو كان في كادر كويس قوي معمول، يعني نقول اللي لنا واللي علينا. في مجلس الشورى كان ماسك الاخوان المسلمين كان عاملين كادر كويس، كان وزاره الماليه معترضه عليه، لكن كان هيرضي الاطباء. فاحنا عندنا حاجه موجوده ممكن نستعين بيها، مش عيب ان هم كانوا عاملين حاجه حاجه كانت ايه هترضي. انت يعني؟ كان عاملين مشروع قانون، وكان كان مين اللي عمل؟ هيعلن مجلس الشورى اللي هو كان بتاع الاخوان قبل ما قبل الثوره على طول، وكان هيطلع القانون. القانون ده كان هيرضي جميع الاطباء اللي هم يعني دول اولى الناس بس هم ان عندهم هم حق بصراحه. يتمرنوا. مرتب الطبيب 600 جنيه وبياخد بدل عدوى ده 19 بالكتير جنيه قوي كما 700 جنيه بقى، يعني الاساسي 212 جنيه حاجه زي كده. يعني مش هنقول ايه، يعني ما بتاخدش واحده شغاله في البيت، يعني تاخدهم في يوم واحد الاساسي بتاعهم. اول ميثاق شرف لوقف الاضرابات لمده عام، ميثاق شرف مين اللي عمله؟ ده دعت لي المنظمات العمالية 40 منظمة، في حاجة اسمها زي منظمة القومية للعمال، دي حاجة من النقابات المستقلة للعمال. ده بناء على دعوة رئيس الوزراء إبراهيم محلب بوقف الإضرابات لمدة زي ما قال وبنسمع. يعني هو اتفق فعلا مع العمال على ذلك هو طرح ولا الفكرة إيه؟ ولا مشروع لسه؟ طرح الفكره وتلقفتها 40، دلوقتي النهارده هيمضوا على الميثاق الشرف دوت 40 نقابه عماليه، على اساس ان احنا بنقول الوقت دلوقتي ما بقاش للاحتجاج بقى للانتاج، يعني خلاص نبطل سنه. هي دي 365 يوم المبادره بتقول كده، نبطل سنه ونبحث فيها مشاكل العمال العجله تدور. لان طبعا يعني هي مبادره من الحكومه للنقابات العماليه، من الحكومه طرحها الرئيس، طبعا رئيس الوزراء كان هو خطيبهم اعتقد، راح لهم واتكلم لهم في معاهم المحله وراح لهم كذا. الراجل ده يعني
بيعمل عمل الوزراء التانيين وبيعمل عمل ناس اقل من الوزراء، فمش عارف ده ذكاء، ده ذكاء يعني، من بدايه مبشره هل هنشوف بقى هيبقى عنده طول هتكمل النفس ان ولا هو ايه يكمل ولا لا. بتلاقيه الصبح بالظبط. في الشارع وتلاقيه بالليل في التلفزيون في حوارات، يعني انا مش عارف امبارح لا، انا وانه شفته من الصبح بينزل لغايه بالليل. ميدانيا يقابل الناس ويقعد ويتكلم ويشوف مشاكلهم، دي في حد ذاتها يعني حاجه الشغل مقاولين، محترمه. شغل صنايعيه، شغل واحد بيشتغل في الشارع، ده مثال احنا عايزينه في الوقت دوت. يعني برضو يعني ما ننساش ان رئيس الوزراء يمكن اول رئيس وزراء واحد يفتكره ان هو ما بيحملش لقب الدكتوراه. فاحنا شفنا القاب الدكتوراه كتير، ما يعني مع احترامنا ليهم كلهم، لكن جايز الراجل اللي في الشارع دوت يكون في فرق هنشوف بينه وبين الحاجات هنشوف انا الاكاديميه مش والنظريه هنتسرع شويه. باي احكام لحد ما نشوف انجاز معين ونشوف كده الناس راضيه عن الحكومه ان الجديده. شاء الله ربنا يسهل. انا بشكر حضرتك جدا على وجودك معانا، الصحفي الاستاذ احمد سامي متولي، صحفي بالاهرام. فقرتنا فقره الصحافه خلصت، لكن فقراتنا ما خلصتش، راجعين بعد الفاصل.